لأطفال دكتور مريم الهمامي. مرحبا بك دكتورة. مرحبا سمير. أهلا وسهلا دكتورة مريم الهمامي. اليوم نحب نحكي معك على أطفالنا وكيفاش نحميوهم من الأنترنت. صغارنا اليوم تنجم تحكم في كل شيء إلا في علاقته اللي وليت معناها إدمان مع الانترنت. ساعات الام والبوره ومن يبدا صغير عمره عامين وثلاثه تقول لك ما عادش منجمه باش يسكت، يلزم نمدلو التليفون، يلزم يقعد يتفرج في بيسي ولا غيره. شكرا سميح على الاختيار نتاع الموضوع هذا، خاطر هو يمس العديد من الاطفال والمخاطر نتاعو وقاعدين نشوفوا فيها ونلاحظوا فيها كل يوم. انا باش نبدا بقاعده ماذا بيا كان الاولياء يركزوا ويحاولوا باش يشدوها، خاطر باش تعاونهم برشا باش تخليهم يحميوا صغارهم من مخاطر الانترنت. القاعده هذه تقول 3 6 9 12. شو معناها 3 6 9 12؟ 3 ممنوع اني نعطي اكرون للصغير قبل عمر 3 سنين. ستة ممنوع أني نعطي لي جو فيديو لصغيري قبل عمر 6 سنين. تسعة ممنوع أني نخلي صغيري يتعرض للانترنت حتى ولو كان بمرافقة شخص كبير. واثناش ممنوع أني نخلي صغيري ياخو الانترنت قبل سن 12 سنة. علاش هذا 3 سنين؟ حتى نحن نعرفوا اللي 3 سنين الاولانيين هما مهمين في النمو الذهني نتاع الصغير، والصغير كي يتعرض للليزيكرون بصفه عامه قبل العمر نتاع 3 سنين هذا يؤدي الاضطرابات في النمو نتاع الوظائف الذهنيه نتاعو، اضطرابات في الكلام، اضطرابات في التواصل. 6 سنين كي نعطي لصغيري لي جو فيديو قبل 6 سنين هذا باش ياثر على النمو الحسي والحركي نتاعو. نحن نعرفوا لي 6 سنين الاولانيين الصغير لازم يلعب، يجري، ينقز، يمس الحاجات بيديه باش تكون الحركيه نتاعو. كي نعطي هنا لي جو فيديو باش يلعب هو، لكن مش باش يحرك الجسد نتاعو، دونك مش باش يتم التوظيف نتاع الحركيه والحواس نتاعو. 9 سنين علاش ما نعطيوش الانترنت لصغارنا قبل 9 سنين؟ خاطر الصغير في العمر هذاك مازال ما يميزش بين الخاص والعام، لانه مشكله الانترنت شنو هي في الخاص والعام. وقت اللي يشوف هو تصاور حتى يكون نتاع اشخاص حاطين تصاورهم ولا يبارتاجيو، يعني يبارتاج لوغ في في الانترنت، هو يولي بالنسبه لي هو حاجه مسموحه، يولي ما يفرقش بين الخاص، الحاجه اللي خاصه بيا والحاجه اللي نجم نحطها في الفضاء العام. كيف كيف الصغير قبل العمر نتاع 12 سنه راهو مازال ما عندوش القدره النفسيه والذهنيه باش يستوعب بعض المشاهد الصادمه، خاطر الانترنت ينجم يشوف فيها كل شيء، ينجم يشوف فيها صور صادمه اللي هي تنجم تشكل ان تروماتيزم، ان فري تروماتيزم اللي نجم يؤدي لدي تروبل كيما لي تروبل انكسيو ولا لي تروبل ديبريسيف عند الصغيرات كي يشوفوهم وهما ما يكونوش قادرين على فهمهم واستيعابهم. دونك اذا كان نطبقوا القاعده هذيا فان باش نحميو جزء كبير من صغيراتنا من المخاطر نتاع لي زيكرون دون فاسون جينيرال والانترنت. وباش نطبقوا القاعده هذيا انا اللي فهمته انه من قبل ما يبدا صغير عمره 3 سنين تتعلم تقول لا على الانترنت، مش تقول هاو ما يفهمش خليه يسكت توا توا كي يكبر توا نقول له ما تاخوش اكران ولا ما تاخوش تليفون في يدك. صحيح، كيما انت باش تمنعوا من اي حاجه خطر ينجم يمسها، كيف كيف زاد لي زيكرون والانترنت اذا كان ما نوجهوش الاستعمال نتاعهم بالكيفيه المناسبه فانه هذا يشكل خطر على صغيراتنا. بي انا باش نعطيكم الكلمه ما قبل عندي شويه سؤالات دكتوره، ماذا بيا تجاوبني بصحيح ولا غلط. هذوما افكار عند الناس على تبعات تعامل الاطفال مع الانترنت. هل صحيح انه استعمال الصغار للشاشات يتسبب في زياده الوزن؟ صحيح. صحيح يزيد في البوان. هل صحيح ان استعمال الصغار للشاشات يتسبب في اضطراب النوم عند الاطفال؟ صحيح. تولي عنده مشاكل نتاع نوم. مشاكل نتاع نوم ما شاء الله. هل صحيح ولا غلط ان استعمال الصغار للشاشات ينمي السلوك العدواني عند الطفل؟ صحيح. يولي اغريسيف. يولي اغريسيف على خاطر هو باش يتعرض للسور ستيمولاسيون نتاع معناها باش يشوف مشاهد وصور والوان والمشاهد تبدا تتحرك مشاهد عنف، حتى مش مشاهد عنف تتحرك بسرعه، دونك السور ستيمولاسيون هذيك تنجم تؤدي الى سلوكيات عدوانيه عند الصغير. هل صحيح ولا غلط ان استعمال الصغار للشاشات يساهم في تطوير قدرات الاطفال على الفهم ويعطي للطفل اكثر ذكاء، يكون اذكى من صغيره؟ اذا كان بطريقه مؤطره وموجهه وكميات محدده. لكن صحيح نجم نستعملوا نستفادوا من الجانب هذا نتاع الانترنت في تنميه الذكاء وفي تنميه بعض المهارات كيما الدواء. تاخذ 20 حربوشه تموت، تاخذ حربوشه في وقتها تبر ساعه حربوشه تقتل.
اي صحيح تبدا مش طلع بنتي مش يا كابتن هل صحيح ولا غلط انه الصغير اللي ما يستعملش الشاشات يكون صغير اجتماعي اكثر وقريب من لونتوراج نتاعو اكثر؟ صحيح. يعني استعمال الصغار للشاشات يخلي الصغير انطوائي يؤدي بطول المدة إلى العزلة، لأنه باش يستسهل الحياة هذيك أنه وحده والتعامل متاع ديغيغ ان إكخون باش يولي أسهل من أنه يدخل في علاقات اجتماعية مع اللي دايرين به. إني بلو سوسيال. فوالا. أنا سؤالي توفيت. أنا عندي سؤال. في نفس السياق. تفضل. ناخذ الكلمة الأخرانية. على الحربوشة. لا فما حربش. فما حربش من حربش. وسونس فيغوري وسونس بروبر. طبعا. مدام هل يتسبب في مرض التوحد؟ شوف، هو مرض التوحد عنده عدة عوامل، معناها بالأساس هي عوامل جينية، عوامل محيط، لكن من بين الأشياء اللي تدخل في العوامل المحيطية اللي تسرع في ظهور الأعراض بالنسبة للصغار اللي عندهم الأرضية الجينية المهيئة لهذا. معز، أنا سؤالي بالنسبة ونعرف الجين طفل، نقول أنا على مستوى عائلتي نقول لا ما يستعملش الانترنت وكذا وكذا، اما تعرف انت هو قاعد يقرا في فضاء اللي لعبت كل بتليفوناتها اللي لعبت كل بتابلت اللي حتى المدرسه فما سنه انفورماتيك وصار كذا كومون فو بروب، معناها شنو كيفاش نجم انا كوالي نحب نمشي في التمشي نتاعك انت الفورمول نتاعك انت نجم نخلي نتعامل مع ولدي باش ما تكونش عنده عقده ولا تولد عنده انفورم ستيغماتيزاسيون. هذه راهو يبدا من الاول وقت اللي انا نفسر لصغيري ونفهمه المخاطر ونقوم بعمليه نتاع تحسيسيه وتوعيه والتاطير، وسورتو نحن راهو على حسب العمر مش باش يكون معناها مانيش باش نعطيو كومبليتمون، يعني باش ياخو لكن بطريقه مؤطره. دونك انا نوعي صغيري أكيد باش أني نجم نحميه، وحتى لو كان هو باش يتوجد في محيط اللي يكون فيه استعمال مكثف، إذا كان هو واعي ومن الصغرى غرست فيه الحاجات هذية فإنه ماهوش باش ينساق وراءك السلوكيات اللي باش يشوفها عند أصحابه. دكتور عاسلي، هو شوف توا العالم الافتراضي هذايا وليزيكرون والإنترنت ولاو في الستيل دو في تاع العالم الكل، دونك يلزمنا نتعلموا كيفاش نتعاملوا معه. بعد كيما ان سيغتان مومون الدخان خرج نتاع هكايا عباد زعما كذبه ويتكيف ودا شنو، بعد من الثمانينات بدينا نعرفوا اللي الدخان واللي نعرفوا مضر، وعملنا كي ممنوع التدخين في الاماكن العموميه وحملات اكزاكتومون. وين يلزم تكون الخدمه؟ يلزم تكون الخدمه من الاولياء صحيح، متلافز حملات توعيه كيما عملنا على الفاكسيناسيون، لي كومباني دو فاكسيناسيون في تونس في الثمانينات وكدرا شنو، حتى كانهم حاجات حموم فنيا اما يقعدوا في المخ، فكذا كحكيت الشلل ودرا شنو مخيبهم سو لو بلون ارتستيك اما يقعدوا في المخ، سا سي امبورتون. دونك لازم حملات تحسيسيه في التلافز وفي المكاتب، وهوني وزاره التربيه راهو انا مقتنع اللي يلزم لي بسيكولوج يدخلوا في المنظومه التربويه والتعليميه في تونس، وبيان سور كل ولي اللي يمشي لاهل الاختصاص ما يبداش رعواني وانت يمشي للطب. فما لي بيدو بسيكياتر كيما مريم، وفما كل حاجه عندها السبيسياليست تاعها والقرايه هذاك. علاش تصلح باش كل واحد يخدم خدمته ونكونوا نوجهوا لملات تاعنا بالكدا. سيد العميد ثم هدايا، كلمه قالتها رائعه الدكتوره واللي خلتني نقول اللي الجيل هذا، قلت الدنيا انا ماشي من باهرة وزنات الدنيا تبدلت وتأقلموا. انا عازم بيه صغيرات، انا في العمر هذايا لعبت البيس ولعبت الزربوط واستطلع سافر ولعبت ثلاث ماتشات كره في النهار وجريت وطلعت انسان متوازن. اليوم كي نشوف الصغيرات كل حياتهم قاعدين قدام معناها آلة وعيش في عالم افتراضي وهو متحركش من بقعته، وقول بئس المصير، وتو تشوفهم بعد النتائج الكارثية. علاش أنا توا باش نقولها على مسؤوليتي؟ عامل حظر تام في الدار على ليزيكرون الكل، صدقوا ولا اقعدوا. أنا ريت تعرف قصتي مع مرتي، الخلاف الوحيد اللي عندنا هو كل مرة تزلق نقلب الدنيا، كل مرة نلقاها زلقة نقلب الدنيا، لأني نعرف إيش وراها هذايا. تدخل القهوة اليوم تشوف معناها 15 واحد قاعدين في القهوة كل واحد يعني رسم تبصق يا ولدي شيء يدوخ يعني حد يحكي مع لا اسمع مدام دكتور تقول لنا دون 10 ans 20 ans vous allez voir اللي هي بتولي مسألة أمن قومي باش تضر مجتمعات كاملة وتفكرون. صحيح، التبعات من بعد. هدى، في واقع عالمي أثبتت الدراسات اللي على كل 3 مستخدمين الإنترنت فما واحد طفل، معناها المشهد المريع هذا شكون مسؤول عليه؟
الأولياء طبعا الأولياء، لأنه الطفل تحت سلطة والديه بالضرورة. الأولياء إذو ما شنو نعملوا معاهم، شنو نعملوا معانا احنا الأولياء باش ما نرتكبوش الجرم هذا في حق الأطفال اللي هما ما عندهمش حتى ذنب في الحكاية. هما التحسيس لازم يمشي الأولياء، إذن نفسروا لهم راهو هاو فاش قاعدين تخلقوا. اسكو فما جانب معناها قانوني معناها يردع الأولياء، وإلا جانب معناها أخلاقي اللي معناها يلزم يتركز عليه باش الأولياء هذوما ما يرتكبوش الجريمة هذه في حق الأطفال حق الأجيال القادمة. وفما نقطة شخصية أنا خممتها ما باش نقولها، مثال شانا كولية بناتي ما يستعملوش الانترنت، وبنتي عمرها 12 سنة وتقرأ في كوليج ومعناها معروف جدا، والأستاذة متاحة يا دكتورة الأستاذة متاحة طلبت منهم باش يكون فما جروب ميسنجر تلامذة لا ميسنجر، فرضت الميسنجر خاطر قلت لها هنا باهي ايا نشوفوا الواتساب، تقول لهم لا يلزم الميسنجر باش انا نبعث لكم فيه الدروس يعني. ومشيت لها قالت لها انا ما عنديش فيسبوك مدام، وما نحبش نعمل فيسبوك ما نحبش، هي اليوم مقتنعه خلطت انا اقنعتها انه مش وقته، فما الفيسبوك نتاعي انا تنشوف الحاجات المهمه اللي انا نقولها هاورا وهذا ارتيكل مهم. ف بنتي اليوم ما تخلطش تاخد دروس، كان لازم اتكلم شكون يقرا معاها على خاطر الاستاذه فرضت الميسنجر هذايا. وقت اللي انا ماذا بيا بنتي ما يكونش عندها الفضاء الخاص هذايا والفيسبوك هذايا دكتوره، وهي عمرها 11 سنه ونص. تفضل. نجم نتفهم اللي المؤسسة التربوية تحب تسهل عملية التواصل بين الأساتذة والتلامذة، لكن فما تطبيقات ينجموا يطوروهم في الغرض هذايا، ما نطلبوش من صغيرات باش يستعملوا منصات التواصل الاجتماعي. واللي يقولها راهو بابا تقول له لا ما نحبش أولياء، نحب جروب ميسنجر نتاعكم باش نتواصل معكم. توت في خاطر هذايا باش يحل باب لك الصغيرات باش يوليو ويستعملوا معناها منصات التواصل الاجتماعي في حاجات أخرى، معناها صغير باش يدخل يشوف ميسنجر وإلا باش يدخل يشوف ميساج سور انستغرام، بعد باش يعرضوا دي فيديو باش يواصل يتفرج فيهم. دونك هذايا باب يتحل، وذاك علاش صحيح نطوروا تطبيقات باش تسهل عمليه التواصل بين الاولياء ولا بين التلامذه والاساتذه نتاعهم، لكن ما يكونش عبر منصات التواصل الاجتماعي. انا نحب نصيحه نقدمها للاولياء وناكد عليها، نطلب من الاولياء ما يشريوش تليفونات لصغارهم قبل عمر 12 سنة على الأقل، وما يخليوش صغارهم يستعملوا منصات التواصل الاجتماعي قبل عمر 15 سنة على الأقل. وقولوا للأساتذة لا، أي أستاذ يطلب من صغيرك اللي عمره أقل من 13 سنة باش يكون عنده فيسبوك وميسنجر وإنستغرام، قولوا لهم لا مش لازم يجيبوها. بالله عليك مش واتساب، ما فهمتش رفضت. علاش مش واتساب؟ شبيه أستاذة واتساب. أنا نحكي لك على حاجة في داري صايرة اليوم البارحة، هي أي وهات كانت تسمعني هالأستاذة قلها الحساب نهار الحساب يا مدام، ماك انت تتم بالحكاية ذي الحساب نهار الحساب، تو تفكر تو تفكرني بعد. واضح. شكرا دكتورة مريم الهمامية، نتلقى معك كل نهار ثلاثة في إذية، مش استعرف نعاونوك إذية، هاو احنا انت استعرف بالأخطاء متاعك ولي، خلينا احنا نحاول نعاونوك مع الدكتورة مريم الهمامي. مازال معكم في ناس الديوان. يا مريم الغنية انتاك حطيتها منش حدش ما ربحتش صوتي عليه، بس عنا أزمة ذوق شحنا نعمله، وانت ذوقك خرق العادة في الغنية ما فهمتش. انا والله ما فهمتش.